انطلاق عام دراسي جديد كثفت وزارة الداخلية من انتشارها الأمني لتأمين المدارس على مستوى الجمهورية وبث الطمأنينة في نفوس الطلبة وأولياء الأمور من خلال الخدمات والارتكازات الأمنية أمام المدارس وبمحيطها والشوارع المؤدية إليها. شكرا سيادة الرئيس طبعا إن هو فاكرنا وعلى التأمين اللي احنا بنبقى فيه ده، دي حاجة طبعا احنا مبسوطين بيها. أول يوم دراسة لما جينا لقينا استقبال الشرطة وفي هنا أمان وفي حتى احنا مطمنين وهم واقفين وهم داخلين وفي نظام ومفيش تكدس مروري. أنا مبسوطة جدا بحوالين الشرطة إن هي حوالين المدرسة، وده طبعا مدينا أمان جدا لو حصلت أي حاجة كل حاجة هتتحل وإن احنا هنعرف نتصرف. أول ما جيت النهاردة المدرسة حسيت بالأمان لما لقيت الشرطة حوالينا وكده. طبعا وجود الشرطة بيحسسنا ان احنا كاولياء امور بالامان وانه اولادنا في امان. انا مبسوطه قوي لما دخلت مدرسه لقيت ضباط وكده، ودي حاجه كده طبعا كويسه عشان جايين يامنوني وكل حاجه كويسه. وتحيا مصر. الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتأمين سير العملية التعليمية اعتمدت على نشر الخدمات والأقوال الأمنية بمحيط المدارس على مدار اليوم الدراسي، حيث تتميز عناصر التأمين بالانضباط والظهور بمظهر حضاري يعبر عن جاهزية رجال الشرطة ومدى احترافيتهم. احنا سعداء جدا النهارده في اول يوم دراسه ومعانا الشرطه بتستقبلنا وبتستقبل الاطفال علشان يتعرفوا على الانتماء وحب الوطن. الاسر حاسه بالامان، المدرسه كلها حاسه بالامان، وبنشكر وزاره الداخليه وبنشكر الساده الضباط. النهارده اول يوم مدارس، سعدنا بوجود رجال الشرطه حوالينا موجودين بيأمنوا الاولاد، بيأمنوا دخول الاولاد، وجودهم بيفرق جدا معانا. تضمنت الخطة الأمنية نشر الخدمات المرورية بالميادين والشوارع المؤدية إلى المدارس لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري، بخاصة مع توقع كثافات مرورية أمام المدارس. الشرطة بتأمن الدنيا كلها وبتأمن دخول المدارس النهاردة. انبسطت جدا بصراحة وبشكرهم جدا جدا النهاردة. دي حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا ان انتوا تاخدوا بالكم من اولادنا الصغيرين. عملية تأمينهم دي ده تأمين لقلوبنا كلنا. النهاردة اول يوم مدرسة وانا مبسوطة قوي عشان جيت لقيت الشرطة مأمنة المدرسة وحسيت بالأمان. بشكر جدا وزاره الداخليه في اول يوم دراسه ان هي الحمد لله مامن موفر لنا الامن والامان، واحنا داخلين حاسين بالامن ووجود الضباط وعربيات الامن في كل مكان. ارتياح كبير وسط الطلاب واولياء الامور مع وجود امني مكثف وفعال في بدايه العام الدراسي الجديد، خاصه مع القدره والجاهزيه والانضباط التي تتميز بها العناصر المكلفه بالتامين، في ضوء الاستعداد الدائم من وزاره الداخليه لتامين كافه الفعاليات والمناسبات. مأمنين المدرسة وده محسسنا بالأمان، ويعني ربنا يخليكم ميرسي قوي قوي على المجهود اللي انتوا بتعملوه. مبسوطة قوي شفت الضباط. تحيا مصر.